توفر المواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها مشهد أصبح يزين مختلف الأسواق والمحلات التجارية، وهو الأمر الذي أثلج صدر المواطن بعد أن خلق المضاربين الندرة. لا عندك هاد السمانة هادين ما شاء الله الزيت توفرت، وشنو كاين حاجة كاين الناس اللي يتبيع ب70,000 وتروحي مجيها لمليها تبيع ب75,000 لازم يزيروهم. عنده دوكا ما كانش كاشين يوم لو شنو كان ما كاش الزيت غير يتحط يبدا يتخاطفوا عليه وكامل دوكا. لا الحمد لله راهم كامل الحوانت عندهم الستوك وكامل اللي حاب يروح يشري ونقولوا الحمد لله. الامور تاع الزيت الامور اللي كانت محتكره الامور كذا فيه سيوله فيه اقبال الناس متوفر بشكل ملحوظ نقول مقبول عموما في انتظار ان شاء الله الخير ما زال قدام. خلال الجولة التي قادتنا إلى أحد المحلات التجارية بالعاصمة أكد لنا تاجر التجزئة أن هذه الأيام تشهد انفراجا في سوق المواد الاستهلاكية خاصة منها التي كانت مفقودة وهي الآن متوفرة. اللي يبيعوا بالجملة ولا يخرجوا كاع الستوك اللي عندهم. المواد الاستهلاكية كاين الحمد لله، يعني ولات الوفرة تاعها كيما الزيت راهو كاين دوكا تنحت الأزمة تاعو الحمد لله. بعدما كان الوقوف لمدة طويلة أمام طوابير للظفر بقارورة زيت أو كيس دقيق، ها هو المواطن أخيراً يتنفس السعداء كون كل المواد الاستهلاكية باتت متوفرة بعد أن ضربت الدولة بيد من حديد كل من تسول له نفسه للعب بقوت الجزائريين.